السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة ديالي. إن شاء الله الفيديو ديال اليوم جبت لكم الحلوة ديال الغراف اللي معروفة عند الناس ديال زمان، كان كيعشقها الكبير والصغير. كتجي لذيذة بزاف، فيها مكونات بسيطة وكتجي حلوة، اللي هي مقرمشة، كيديروها بزاف في الأعياد والمناسبات. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ويلاه معايا باش تشوفوا شنو هما هاد المكونات الاقتصادية وبسيطة اللي كتعطينا هاد الحلوة اللي كتجي رائعة بزاف. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج هنا 2 معالق كبار ونص ديال زيت المائدة، شوية ديال الملحة، ونص صاشية ديال الخميرة حمراء. عندي هنايا بيضة وحدة، ضروري أنها تكون في درجة حرارة ديال المطبخ، ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة اللي درت معها واحد صاشية ديال السكر فاني. وغادي نحتاج هنايا 300 غرام ديال دقيق الفورص. بالنسبة لدقيق الفورص خرجت لي هاد الكميه 13 حبه ديال هاد الحلوه ديال الغراف. والماء اللي كيكون ماء عادي، بالنسبه للماء كنديروه حسب الخليط. فبالنسبه للطريقه فالطريقه سهله جدا. كناخذ هنايا هاد الاناء اللي درنا فيه 300 غرام ديال الدقيق، ضفت عليه صاشيه او نصف صاشيه ديال الخميره حمراء اللي معاها قبيصه ديال الملح، ومعلقه ديال السكر سنيده، وصاشيه ديال السكر فاني. كنخلطوا مزيان هاد المكونات الجافه مع بعضياتها حتى كينسجموا، ومن بعد كنضيفوا المكونات السائله. كيف ما كتشوفوا فهي مكونات بسيطه بزاف، وكتخرج لنا كميه اللي هي كثيره، وكتجي الحلوه مقرمشه ولذيذه بزاف. من بعد ما ضفت شويه ديال الزيت، كيف ما ذكرت لكم عندي 2 معالق ونص ديال الزيت وبيضه واحده، كنخلطوا بهاد الشكل. ومن بعد غادي نبقى نضيف الماء اللي كيكون ماء عادي شويه بشويه، وانا كنعجن في هذا الدقيق مع المكونات حتى كتجمع ليا العجينه. فبالنسبه للعجينه ديال هذه الحلوه ضروري انها تكون قاصحه شويه، ما كنديروهاش كتلصق، باش هكا كتجينا هذه الحلوه مقرمشه ملي كنطيبوها. غادي نستمر بحال هكا، وغادي نبقى نضيف الماء شويه بشويه وانا كنعجن، ومن بعد غادي ندلكها ونوري لكم الشكل ديالها بعد ما دلكتها. كما كتشوفوا بعد ما جمعت العجينه فهي كتجي قاصحه، وكندلكوها مزيان تقريبا واحد 2 ديال الدقائق. كيف ما قلت لكم ضروري انها تكون قاصحه، ما نديروهاش رطبه وكتلصق في اليدين. فبعد ما دلكتها مزيان غادي ناخذ هنايا عندي شويه ديال الزيت اللي درته في واحد زليفه، ومن بعد غادي نشكل كويرات بعد ما غادي ندهن فوق البوطاجي بهذا الزيت. كنديروا كويرات اللي هما صغارين بزاف. فكيف ما ذكرت لكم بالنسبه لهاد الكميه ديال الدقيق اللي استعملت انا 300 غرام ديال الدقيق، خرجت لي 13 حبه ديال هاد الحلوه ديال الغراف. غادي نكور انا هاد العجينه اللي عندي، غادي ندير كويرات صغار وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي. غادي نخلي هاد العجينه ترتاح مده ديال 2 دقائق، ومن بعد غادي نوريكم شنو غادي ندير لها. بعد ما ارتاحت العجينه ديالي 2 ديال الدقائق كناخذ هاد العجينه، غادي نخوي هاد البلاصه اللي غادي نخدم فيها، ومن بعد غادي ندهن بشويه ديال زيت المائده، وغادي نحاولوا اننا نطلقوا هاد العجينه تكون رقيقه بزاف. ضروري اننا نرققوا هاد العجينه باش كتجي هاد العجينه ملي كنطيبوها كتجي مقرمشه. فهي طريقه سهله بزاف، وكتخرج لينا حلوه اللي هي رائعه. كيف ما ذكرت لكم كيديروها بزاف في المناسبات وفي الاعياد. بعد ما طلقت العجينه ضروري انها تكون رقيقه كيف ما ذكرت لكم، واخا تقبل لكم العجينه ماشي مشكل. كناخذوا السكين ولا اي قطعه اللي غادي نقطعوا بها، وكنحاولوا اننا نديروا اشرطه في الوسط بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا بعد ما قطعت العجينه بهذا الشكل
غادي نوريكم الغراف. بالنسبة للغراف، أي غراف عندكم سواء كان ديال الطماطم المصبرة ولا ديال الكونفيتور، فكان ملي كيخوى لينا كنغسلوه مزيان وكنخليوه غير لهاد الحلوى. فبالنسبة للطريقة فهي سهلة، كناخدو هاد العجينة وكنوضعوها بهذه الطريقة شوية بشوية، وحنا ناقصين العافية لأننا إلا حطينا هاد الحلوى مرة واحدة فغادي تبقى تخرج لينا الزيت، وغادي يبقى يتخوى لينا الزيت من هاد الغراف. فضروري أننا نبقاو نديرو هاد الطريقة شوية بشوية، وكنهزو بواسطة فرشيطة. ومن بعد غادي نخلي هاد الحلوى حتى كتحمر، وغادي نقلبها باش تحمر من الجهة الأخرى، وغادي نوري لكم الشكل ديالها بعد ما كتحمر. كيف ما كتشوفوا بعد ما تحمرات هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال الشكل ديال شي وريضه. فغادي نوريكم الطريقه مره اخرى. كناخذوا العجينه وكندهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت، ومن بعد غادي نطلقوا هذه العجينه تكون رقيقه كيف ما كتشوفوا. فملي كتكون العجينه مدلوكه مزيان فكتسهل علينا اننا نطلقوها بشكل جيد. فمن بعد ما طلقتها كناخذ السكين وكنقطع اشرطه بهذا الشكل. من بعد كنهزوها بهذه الطريقه فهي سهله سهله بزاف. هاد الحلوه كنبقاو نوضعو شويه بشويه وحنا ناقصين عليها النار. كنبقاو نطلعو هاد العجينه بهاد الشكل حتى كتحبس هذيك الزيت اللي كتبقى كتطلع في الفوق، لاننا الا حطيناها مره واحده غادي تبقى تخوى لينا الزيت. بعد ما كنحطوها بهذا الشكل من بعد كنجاتو ليها العافيه وكنخليوها حتى كتحمر مزيان. غادي نحمر هاد الحلوى كيف ما كتشوفوا، فالشكل ديالها كيجي رائع بزاف. غادي نكمل انا الكيمياء اللي عندي، ومن بعد غادي نوريكم هاد الحلوى في الطبق ديال التقديم. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للحلوى بعد ما زينتها انا بسكر كلاصي، كيعجبني المذاق ديالها بسكر كلاصي، كاين اللي كيدير ليها العسل واللوز ايفيلي. فبالنسبه لهذه الطريقه فهي سهله بزاف. كنتمنى ان هذه الحلوى اليوم تعجبكم. ما تنساوش لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء. السلام عليكم.